أهلا بحضراتكم من جديد لمواصلة فقراتنا في صباح طيبة. مشاهدينا الأعزاء، حديثنا في هذه الفقرة عن تأثير تغيرات المناخ على الزراعة في مصر، ولذلك يسعدنا أن نستضيف في هذه الفقرة الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان. أهلا بك دكتور عمرو في صباح طيبة. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني بداية دكتور عمرو، نعرف ما هي التغيرات المناخية، ايه التغيرات المناخية اللي طرأت على كوكب الأرض واحنا بنتكلم عنها دلوقتي ومولينها كل هذه الاهتمام؟ التغيرات المناخية طبعا أهم القضايا العالمية الآن، اللي هي بتعني التحولات المناخية أو التحولات طويلة الأجل في درجة الحرارة والطقس عموما. التغيرات المناخية طبعا ناتجة، في منها طبيعي وفي منها اللي هو الأكثر ناتجة من صنع الإنسان، نتيجة حريق الوقود الأحفوري اللي هو زي الفحم والغاز والبنزين اللي ناتج عن النشاط الصناعي المختلف. الغاز ده بيولد لنا أو ينبعث مني الغازات الدفيئة اللي احنا بنقول جاية من الاسم بتاعها، اللي هي بتدفي، اللي هي زي ثاني أكسيد الكربون والميثان، اللي هي بتعمل طبقة وحول الأرض، بتعمل على احتباس الغازات الدفيئة دي موجودة فيها، وبالتالي بترفع من درجة الحرارة زي الصوبة بالظبط، زي نظام عمل الصوبة اللي هي بتحتفظ بدرجة الحرارة العالية داخل الصوبة، هي كمان بتحتفظ بدرجة حرارة الشمس ده حوالين الأرض، غطاء ملفوف حول الأرض تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة على المدى البعيد. الغازات دي ثاني أكسيد الكربون والميثان، اللي هي الغازات اللي ناتجة من نشاط المصانع، احتراق البنزين، كل الغازات اللي موجودة اللي بنستخدمها في نشاطنا أو في حياتنا اليومية، دي هي اللي بتشكل الخطر الأساسي للتغيرات المناخية. ولو اعتبرنا أن التغيرات المناخية دي أول حاجة فيها تغير درجة الحرارة أو ارتفاع درجة الحرارة، لا دي ليها سلبيات وأضرار تاني بتتبع درجة الحرارة اللي هي وارتفاع درجة الحرارة، زي الفيضانات، السيول، العواصف الترابية، بتؤثر على الكائنات المختلفة، بتؤثر على انصهار الجليد في القطبين، بتؤدي إلى الإضرار بالمحاصيل المختلفة، بتؤدي إلى الجفاف في مناطق والفيضانات في مناطق أخرى، طبعا بتؤثر عالميا وبشكل كبير على كل تفاصيل حياتنا واللي احنا ملاحظينها هذه الأيام. يعني على ذلك، يعني هذه التغيرات المناخية تؤثر على كل مناحي الحياة، وعلى الإنسان وعلى الحيوان حيوان وعلى وعلى الزراعة. النبات طبعا. تمام. تأثيراتها على الزراعة، نتكلم تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، تركيب المحصول، الدورات الزراعية. التغيرات المناخية طبعا بتؤثر على الإنسان، طبعا على الصحة العامة، ارتفاع درجة الحرارة بيزود الضغط وبيزود الأمراض الأخرى، بالذات لكبار السن والأطفال الصغيرين، لها تأثير على الحيوان، ممكن تؤدي إلى انقراض حيوانات معينة واختلاف التنوع البيولوجي في هذه الأماكن، بتؤدي إلى النبات والمحاصيل الزراعية، ودي القضية الأساسية والكبيرة بتاعتنا. كل محصول من المحاصيل ليه عدد من الوحدات الحرارية اللي لازم له من زراعته حتى يدينا الثمرة. الوحدات الحرارية دي لازم تكون متوفرة للمحصول عشان يعقد الثمار ويخرج أزهار بشكل كويس، وبالتالي نحصل على محصول ممتاز. فبالتالي لما تتغير درجة الحرارة ده بيؤدي إلى فشل العقد والإثمار، وبالتالي سقوط الزهور في الأشجار أو النباتات، واحتراق الأفرع، احتراق حواف الأشجار،
دي كلها عوامل بتشكل أو بتؤثر على النبات أو المحصول، وبالتالي طبعا بنحصل على محصول صغير في الحجم أو الوزن أو الجودة، وده بيؤدي إلى نقص الغذاء، لأن هي المساحة المزروعة مع قلة المحصول الناتج. وده طبعا لاحظناه في المحاصيل اللي هي زي الطماطم والبطاطس واللوبيا، وفي محاصيل أساسية نقصت بشكل كبير. طيب محصول المانجا الرئيسي بتاعنا هنا في أسوان من المحاصيل بيحتاج من 20 ل 30 درجة مئوية علشان تخرج الأزهار ويدينا ثمار كويسة، لكن طبعا ارتفاع درجة الحرارة أدى إلى فشل عملية العقد والإثمار، وبالتالي قلة المحصول بشكل كبير، احتراق الأفرع الصغيرة اللي طالعة اللي بتحمل الأزهار وبالتالي اللي بتحمل الثمار، فقلة المحصول مع انخفاض قلة المحصول والمساحة ثابتة زي ما هي، فده أدى إلى نقص الغذاء بشكل كبير على مستوى الكرة الأرضية. يعني يمكن من ابرز دكتور ابرز يعني المظاهر التغيرات المناخيه احنا في هذا الصيف بالتحديد وصلنا لدرجات حراره قياسيه عاليه جدا، تخطينا درجه الحراره 50 ونسبه رطوبه يعني برضو عالية جدا عالية، ومع السيول ومع العواصف الترابية، ده كله من تأثيرات التغيرات المناخية. كمان التغيرات المناخية دي بتشكل خطر كبير على الثروة السمكية كمان، لأن ثاني أكسيد الكربون المتشبع بيه الجو بيدوب في المية أو بيدوب في الأنهار والمحيطات، بالتالي بيرفع درجة الحموضة بتاعة المياه، وبالتالي يؤثر على تكاثر ومعيشة الثروة السمكية. ورفع درجة الحرارة أيضا يؤثر على هذه، برفع درجة حرارة المية يؤثر على الثروة السمكية، فده بيؤثر على جميع نواحي الحياة المختلفة اللي احنا بنعيشها هذه الأيام. وممكن التفاقم ده يحصل أيضا أكبر وأكبر في الأيام القادمة. ايضا كمان الامطار تبقى امطار حمضيه برضه، يعني امطار حمضيه وامطار غزيره بتؤثر على برضه المحاصيل المزروعه في هذه المكان، لان الامطار او السيول بتجرف المحاصيل المزروعه، وفي اماكن اخرى بتعاني ايضا من الجفاف، ده تاثير التغيرات المناخيه الجفاف الشديد، وبالتالي ما فيش محصول مزروع، وبالتالي قله ونقص الغذاء في هذه الاماكن. التغيرات المناخية أو اللي احنا بنعيشها هذه الأيام، طبعا احنا بنتكيف أو بنعيش معها إزاي؟ قبل ما ننتقل للتكيف ومواجهة التغيرات المناخية، نتكلم برضو اللي ارتفاع درجات الحرارة في كوكب الأرض يؤدي إلى ذوبان الجليد ويهدد اختفاء جزر ومناطق ساحلية والحيوانات أو الطيور الموجودة في هذه الأماكن بتنقرض، ويؤثر على التنوع البيولوجي ففي أماكن هتختفي مع ارتفاع سطح البحر، وأيضا هيأثر على الثروة السمكية الموجودة في هذه الأماكن. هو كله مرتبط ببعضه، حلقة كاملة بتدور مع البداية اللي هي ارتفاع درجة الحرارة، بيترتب عليه كل هذه العوامل اللي بتؤثر على الإنسان، الحيوان، على النبات، بتشكل خطر كبير على الإنسان ونقص الغذاء وصحة الإنسان، وكل نواحي الحياة بتختلف من بعد التغيرات المناخية للإنسان. دكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، كيفية مواجهة التغيرات المناخية، الجهود الدولية والجهود المحلية لمواجهة التغيرات المناخية، ماذا تفعل الدول لمجابهة هذه التغيرات؟ طبعا هي السبب الرئيسي اللي هي الاحتراق الوقود، فاحنا طبعا بالذات المدن او الصناعيه الكبيره دي بتشكل خطر كبير، فلازم يبقى لي في بديل. على رأسها امريكا والصين طبعا اكبر دول صناعيه نتيجه الغازات الاحتباس الحراري،
فدي لازم يكون في حل استخدام بديل لهذه الوقود نقلل منه، لان كل ما يزيد كمية الوقود كل ما تزيد درجة الحرارة، مش بتؤثر على الصين ولا امريكا ولا دولة بعينها، لا دي بتؤثر على العالم كله، دي ظاهرة عالمية بتؤثر على العالم كله. بالنسبة للمحاصيل او النباتات، طبعا بنواجه تغير او نقص الغذاء عن طريق ان احنا بنستنبط او اصناف او انواع جديدة مقاومة وتتحمل درجة الحرارة. كمان درجة الحرارة بتؤثر على النبات في انها بتنمي او بتساعد نشاط امراض نباتية وامراض بتؤثر على ميكروبات وبكتيريا تؤثر على النبات. طبعا كل بكتيريا وكل ميكروب ليه درجة حرارة معينة، فلما تزيد درجة الحرارة بيؤدي الى نشاط الكائنات دي اللي بتؤثر على النبات، فده برضو استنباط انواع بتقاوم هذه الانواع من الامراض، الامراض النباتية والحشرية الموجودة في الارض. اما بالنسبة لينا احنا الطاقة النظيفة، ايضا الطاقة النظيفة طبعا اوجه للطاقة النظيفة، ده من الامور الرئيسية اللي هي بتؤثر، اللي احنا لازم نشتغل عليها الفترة القادمة، مع الأهمية بالتوعية بمخاطر وإيه هو التغير المناخي. طبعا احنا يمكن قبل المؤتمر المناخ عملنا دورة مجمعة ضمت جميع أطياف المجتمع الأسواني للتعريف بأهمية التكيف وخطورة وإيه هو التغيرات المناخية، بحيث إن احنا طبعا واخترنا من جميع الإدارات بالذات التوجيه الزراعي والتربية والتعليم، بحيث إن هم ينقلوا اللي أخدناه في الدورة والتوصيات والتوعيات. طبعا كانت مشاركة جميع الجهات، الجامعة أسوان، الحديقة النباتية، مركز البحوث الزراعية، المحميات، كل ما له علاقة بالتغيرات المناخية، والحمد لله كان العدد كبير وقدرنا نطلع نتائج وتوصيات من الموجودين. ويعني العالم تنبه لخطورة التغيرات المناخية يمكن من بداية المؤتمر ريو دي جانيرو وصولا إلى كوب 27 كان في مصر، وكذا كوب 28 كان في الإمارات. طبعا يعني جهود كانت برضو حثيثة كبيرة، لكن النتائج أهم حاجة، النتائج والتوصيات اللي خرجت بيها والتنفيذ على أرض الواقع. الشجرة طبعا، الأشجار، قطع الغابات من ضمن الأسباب الرئيسية، وقطع الأشجار لبرضو التغيرات المناخية، والتغيرات المناخية أدت إلى حرائق الغابات الكبيرة والحرائق المختلفة اللي بنلاحظها طبعا هذه الأيام لارتفاع درجة الحرارة. الشجرة دي تعتبر متنفس والرئة بتاعة الجو اللي احنا اللي موجود حوالينا، بحيث انها بتمتص ثاني أكسيد الكربون وبتمتص الغازات الدفيئة وتخرج لنا الأكسجين. فالشجرة، قطع الشجرة يؤدي إلى التعرية والتصحر، والتعرية والتصحر، وطبعا الظل لو قسنا درجة حرارة تحت الشجرة وقسناها في الشمس المباشرة بنلاقي 20 درجة مئوية يمكن فرق بين الاتنين، فهي الظل بتحمينا من أشعة الشمس، دي أول حاجة. تاني حاجة تعتبر الرئة أو المتنفس أو التكييف بتاع السطح الكرة الأرضية، فلتر الجو من ثاني أكسيد الكربون، من ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة المختلفة. فإحنا طبعا بالراعي وبالناشد ان احنا في كل دورة بنعملها وفي كل ندوة بنعملها بزراعة الاشجار. بالنسبة للفرد، الفرد كل فرد يزرع في البلكونة، يزرع في قدام بيته شجرة، سواء شجرة عادية او شجرة مثمرة، ويهتم بيها، ده كله هنلاحظ الفرق واضح في التغيرات المناخية. دي اقل حاجة يعملها الفرد في المجتمع. اسوان بتوجد فيها انواع كبيرة من الاشجار الجميلة، زي الكاية، زي المهوجني، الانواع الجميلة دي اللي بتخرج لنا اخشاب في الاخر وبنستفيد بيها، الكاسيات المختلفة،
البونسيانا، الجاكراندا، الأنواع اللي بتطلع مجموعة من الزهور المختلفة. ولذلك بنناشد عشان ظاهرة تغير المناخ ان احنا نزرع الأشجار وزراعة الطرق المختلفة. الشجرة دي أقل حاجة بيعملها الفرد أو المواطن، بيتضافر جهوده مع الدولة لمواجهة أو مجابهة التغيرات المناخية الموجودة. يعني دكتور حضرتك يعني وفيت هذا الموضوع تماما، وإن شاء الله يعني نتكلم برضو عن المستقبل، التغيرات المناخية يعني في ظل هذه الجهود الدولية من ناحية، وتعنت بعض الدول الصناعية الكبرى من ناحية أخرى أنها لا تخفض الغازات الاحتباس الحراري والغازات الكربونية دي. التكاتف في ظاهرة التغيرات المناخية، وتوضع قوانين دولية المفروض تحد من هذه الظاهرة أو تعاقب الدول اللي بتستخدم مثل هذه الغازات. ظاهرة التغيرات المناخية مش بتؤثر على البلد أو تؤثر على الدولة، لا، دي تؤثر على العالم كله. تغير الـ يمكن الدول الصناعية المتقدمة أثرت على الدول النامية في ظاهرة تغير المناخ. الدول النامية النقص الغذاء بيشكل خطورة كبيرة ليها، وابتدينا نشوف ده، وابتدينا نلاحظ أسعار السلع الموجودة في الأسواق بتوصل ل 50 و 60 و 30 و 40 جنيه للكيلو، مثل الأنواع المحاصيل المختلفة كالبطاطس والطماطم. من ضمن الأسباب والأثار السلبية للتغيرات المناخية، فلازم توضع حدود وتعاقب هذه الدول وتتجه لإنتاج الطاقة النظيفة وعدم وتحريم وتجريم قطع الأشجار أو قطع الغابات فأي دولة من الدول، لأن طبعا دي الحاجة الأساسية أو البسيطة اللي بنواجه بها التغيرات المناخية. الشجرة فلتر للجو اللي حوالينا، بتمتص ثاني اكسيد الكربون والغازات الدفيئة، وبتخرج لنا الاكسجين في اللي بيتمتع به الانسان، وبتحد من ظاهرة التغيرات المناخية للصالح العام وصالح الاطفال وصالح الكبار في السن وصالح المجتمع بالكامل. دكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، نشكر حضرتك على هذه المعلومات وهذه التوعية بخطورة التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها. شكرا جزيلا حضرتك. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، بنشكر الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان على هذه الفقرة من الحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة في مصر. الآن معنا هذا التقرير حول حزب حماة الوطن، يفتتح الوحدة الحزبية ببنبان بحري بمركز دراو أسوان.